نشطاء الجزائريين المعروفين على التيك توك مثلا وعلى مواقع أخرى التي نتابع، هؤلاء نفس الحملة يقولون الجزائر، هم جزائر يقولون لما تنتهي حرب غزة الجزائر هي الهدف المقبل بعد إسقاط سوريا والعراق واليمن، ويعني كل هذا مع العلم أن الجار الأمين حتى الآن للجزائر هو المملكة المغربية على لسان أكبر مسؤول فيها والملك المغربي، عندما يقول يجب على الجزائريين ويعلنها على رؤوس الأشهاد في خطاب أن يتأكدوا أن المغرب لن يكون أبدا مصدر شر لهم. وعندما نتحدث مع الجزائري من أجل تقريب وجهة النظر يقول لك 1963، هل نحن الاتفاق هل سيبقوا دائما؟ أنت في السنين الماضية وقع كذا وكذا، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذا يعني أمر يدفعني أن أقول، واسمع هذه الجملة أقولها جدا، والله أقولها عطفا على الإخوة في الجزائر، أنا أخشى ما أخشى أن عدوكم الأكبر هو أنفسكم. عندما أقول هذا الكلام إذا واصلت هكذا ستكون الجزائر خطرا على نفسها، خطرا على نفسها. لماذا؟ لأنها ربما تصنع هي نفسها، هي التي تصنع لنفسها أعداء. أقول هذا لأن إذا بقي تصرفنا دائما تجاه الآخرين وتجاه الدول هو نفس التصرف نفس التفكير ونفس يعني الريفلكس، هذا لا يمكن. الملك المغربي صدق، نصدق ذلك، نحن في عهد آخر. اليوم الدول النامية والدول المتقدمة لا تفكر بهذا النوع بهذه الطريقة، هذا تفكير السبعينات والستينات. اليوم الناس والدول تفكر بالشراكات، تفكر كيف تجلب الاستثمارات لدولها من أجل ترقية والقيام بشعوبها من أجل تحسين قوتهم الشرائية. وهذا في الحقيقة هو اللي مخالطة فيه المملكة المغربية. هذا حقيقة والذي يجب أن نلاحظه. الملك المغربي أمده الله بالصحة والعافية لم يخرج بزيارة عمل مثل ما فعل مع الإمارات، هذا ليس غريب. الشراكة بين البلدين هي كما وصفوها ليست شراكة طبيعية، هي شراكة متجددة وكذلك مبتكرة فيها الابتكار. عندما المغرب عنده تحديات وتواريخ كبيرة جدا بتنظيم تظاهرات إقليمية دولية قارية ودولية، بدأ المغرب يبحث عن الشركاء الأوفياء. طبعا بدأ المغرب واختار شريكه الوفي الإمارات، ورأينا تلك يعني الاتفاقيات ويقولون هي مذكرات فقط. وأنا أقول لهم أن ذلك الملك رجل إنجازات، وإذا رأيته وقع مذكرة فاعلم أن دراسة جدوائيتها قد تمت. هذا أقوله بمعرفتي بالمنطقة ومتابعة ما يجري على المستوى الداخلي. الآن فلنعود إلى ما يجري في المنطقة. موريتانيا لديها علاقات منذ تقريبا جميع الفترات علاقات مميزة مع الإمارات، لكن وقعت طفرة نوعية مع وصول الرئيس الحالي فخامة الرئيس محمد الشيخ الغزواني. فخامة الرئيس تجمعه علاقة وطيدة وشخصية مع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد. ورأينا ذلك أن الرئيس وصل هذا الرئيس بدأ عودته 2019، 2020 مباشرة أمدته أول زيارة الإمارات بما يزيد على مليارين دولار ميسرة من أجل القيام بمشاريع في موريتانيا فيما يخص خاصة الطاقة. أبعد من ذلك، نحن كموريتانيين أيضا عندما نرى أن الإمارات تجعل من مفتي ديارها موريتانيا وعالما جليلا وهو ولبي، ونراه في الاحتفالات الأسرة الحاكمة في الإمارات تقبل رأسه ويده، فنحن في الحقيقة لا يمكن إلا أن نجعل وأن نثق في هذا الشريك. طيب، المملكة المغربية ونحن نؤكد على ذلك رغم تلك الصعوبات الإقليمية التي نعيش والتي مصدرها هذه الأزمة التي يطلق عليها
ملف الصحراء لدى الأمم المتحدة. نحاول جاهدين أن نحافظ على علاقات مميزة مع جيراننا. نحاول جاهدين أن نحافظ على علاقات متوازنة مع الجيران. الرئيس الموريتاني كان متواجد في الإمارات وكان ضيفا مميزا لديهم، حضر لكوب 28، ولكن في نفس الوقت حافظوا عليه وطلبوا منه المكوث معهم للاحتفالات الوطنية لديهم، ورأينا الرئيس جالس. طيب، أنا لاحظت عندما أعلنوا عن زيارة الملك المغربي قلت الأمر لا يخلو عن يعني احتمالين لا ثالث لهما: إما أن يحاول الرئيس الموريتاني أن يتفادى الملك المغربي الذي سيحل في زيارة، وقطعا سيحاول أن يغادر الإمارات قبل أن يصل الملك المغربي إلى الإمارات حتى لا يكون هناك إحراج. أما إذا وصل الملك المغربي إلى أبو ظبي ونحن نلاحظ ونتابع أن رئيسنا موجود كذلك في أبو ظبي ويحضر التظاهرات الوطنية للإمارات، لا يمكن أبدا إلا أن يلتقي الزعيمين، حتى لأسباب الأخلاقية وأخوية ونحن نرى أنهم يتبادلون يعني الرسائل الجميلة جدا، وآخرها رسالة الملك المغربي للرئيس الموريتاني بمناسبة يعني استقلال موريتانيا 28 نوفمبر، عندما قال له: إنني أطمح لأن أرقى بعلاقاتنا إلى المستوى الذي يطمح إليه شعب البلدين، شعوب البلد، شعب البلدين. وهذا كانت يعني إشارة قوية، إشارة قوية. كذلك رأينا أن السفير الموريتاني الذي كان متواجد في فرنسا أحمد الباية، وهو دكتور بالمناسبة في الرياضيات وشخصية مرموقة، هو الذي تم إرساله كسفير إلى المغرب. ورأينا كذلك الاعتبار الذي أعطاه الملك حيث استقبله مع الدول، خاصة بالاستقبال مع الدول، تقديم سفراء دول الكبرى مثل أمريكا وفرنسا، وأعطاه وقت كبير في التلفزة، وهذا كان إشارة قوية أيضا من الملك المغربي. اليوم نحن لدينا القناعة أن بلدنا ليست له عداوة مع شخص، ولن يتآمر مع دولة ضد دولة أخرى، لكن أيضا لدينا اليوم القناعة أن الرئيس الحالي سيذهب في مصلحة موريتانيا. مصلحة موريتانيا أقولها وأؤكدها أن الشريك الطبيعي للتنمية في موريتانيا لا يمكن إلا أن يكون المملكة المغربية شمالا والسنغال جنوبا، مع أنه كل طبعا الشراكات مع الجيران ومع كل دول مناطق الساحل مرحب بها ونتمناها وليس عندنا فيها مشكلة. يفهم فقط البعض أنه عندما نقول أن نرى أن الشراكات مع المملكة المغربية هي شراكات مهمة وستستفيد منها موريتانيا، أن لا يعتبروا ذلك عداء ضدهم. هذه الزاوية التي يريدون أن يحصلون فيها هي التي يجب أن يخرج منها الموريتانيين. يجب أن يخرجوا الموريتانيين من 4 عقود من الحصار الإعلامي والتشويه العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية. هذا بادعاء تلك العلاقة. كل الدول تمر بفترات وتمر كذا، لكن المهم أنه اليوم منذ عقود هذه أصبح من الماضي، والمملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية اليوم يعني المغرب تتعامل معها كشريك تفضيلي مفضل لديها. إذن هذا يجب أن نتعداه ونخرج من تلك، لأن ما كان تريده تلك الدول في المنطقة، وهم أعلنوا يريدوا أن يقطعوا المملكة المغربية من امتدادها نحو إفريقيا جنوب الصحراء. يبدو أنهم بدأوا يتأكدون أن فشلوا في منطقة ما يدعوهم بالصحراء الغربية التي أصبحت اليوم الأقاليم جنوب المملكة المغربية. طيب، المغرب اليوم واعي أنه إذا انتصر في هذه المنطقة تبقى موريتانيا أيضا تحدي، ويجب المحافظة على العلاقات معها، ولله الحمد يوم وجدوا أرضية مهمة جدا وبسيطة جدا للتعامل فيما بين الدول. إذا أنا أعتقد، حتى لا أطيل كثيرا عن الإخوة، أن اللقاء
ولم ي... وإن لم يتم الإعلان عنه، وحتى هو ليس شيء فاضح وليس شيء هذا، هناك أسباب ربما سياسية، ولكن أنا أعتقد أنه سيكون هناك تنسيق قوي بين الإمارات والمملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، ولكن دعوني أقول لكم أن هذا التنسيق سيكون بالدرجة الأولى من أجل الرقي بمنطقتنا، وعلى رأسها لازم أن يلتقوا، لأنه من بين أكبر المشاريع القارية هو المشروع الذي أعلن عنه الملك المغربي، أنبوب الغاز نيجيريا إلى أوروبا، ما يسمى بأنبوب نيجيريا المغرب، والذي كما رأيتم كذلك أن هذا 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 الاتفاق الذي وقعته المغرب، الشركة المحروقات اللي في المغرب الوطنية، والشركة الوطنية محروقات في موريتانيا، والشركة الوطنية محروقات في السنغال، والشركة الوطنية محروقات في نيجيريا، وقعوا في نواكشوط بروتوكول اتفاق في تنمية هذا الأنبوب، وذكره أيضا الملك المغربي في خطابه، مما يجعل أنه مهم جدا. إذا من بين المذكرات التي تم التوقيع عليها هو دخول الإمارات كممول لهذا المشروع، وهذا مما يزيد على واقعيته وما يزيد على إنجازه. وأنتم تعلمون أننا نتحدث عن قيام ما تقريبا 14 دولة تطل كلها على المحيط الأطلسي، إذا أمددتها بالطاقة فأنت قد يعني فتحت لها أبواب هائلة للتنمية. وشكرا.